مقطع بس سريع عايز الله يخليني امسك حصان قوده، ابغى اوضح نقاط معينه. الحصان فيه خوف شوي، ابغى اوضح كيف ان الحصان بيخاف نفس الوقت يتوقفه بمراحل بسيطه جدا، يعني موضوع انها بقى ثواني او دقائق توقف الحصان تتحكم فيه تحكم تام مع انه خايف. بينما يعني هناك تدرب الحصان تدريب عن طريق انك ما تخوفه تدريجيا، تخوفه ثم بعد فتره تصل لمرحله تبغاه. في فرق بين يتحكم فيه اذا خاف وبين اني اخليه يتعود على شيء معين. لاحظ الحصان هنا لما خوف يخاف وش وش وش، لاحظ المصروع وش 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 أجرب العصات. قبل شيء جربت شيء معين وخاف من المويه. أجرب العصات، طبعا العصات قد انضرب على كلام راعي الحصان، قد انضرب بالعصات. فطبيعي ومن حقي أن أقول للحصان العصات ما تخوف، لأنه قد انضرب فيها شو ما تخوف ولا تخوف. لكن أبغى أوضح بعض النقاط، أنه حتى لو خاف منها يقدر رده، لكن خطأ أنك تعوده على العصات لأنه قد انضرب بالعصات. أنت تقول له ما تخوف، يقول لا تخوف قد انضربت فيها. فأوضح له بعض النقاط يعني. وش 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 وش. هنا النقطة قبل شوية، الحصان قاعد يخاف من العصات، يحاول ينطلق، لاحظ وش 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 قاعد يعلق، ايش قاعد اسوي؟ لاحظ ايش ردة فعل الحصان؟ لاحظت؟ ردات فعل الحصان في الحالة هذه اني خايف من العصات، ابغى انحاش، والعنان برضه ما عمره يعورني او يخوفني، قاعد اقول له ما راح تعورك العصات، ما عورك العنان، ما راح تعورك العصات، ما عورك العنان، ما راح تعورك العصات، ما عورك العنان. وش سوى؟ وقف، ما رقص، مع ان الحصان اول مره قاعده. واضح ترى في خوف، طبعا قد يكون في خير تخاف الخوف اوقف تبحث زياده، لكن هنا النقطه ان حتى الحصان الجديد يحاول ينطق ثم يوقف يبحث ما يرقص. لاني ما قاعد اضربه. عشان يعطيك اللي تبغاه لازم اليد تتصرف تصرف خاطئ والعصات تعوري عشان يعطيك اللي تبغاه. طبعا جميع الطرق تخلي الحصان يرقص، اقدر اركب الحصان وارد الحصان زي ما اسوي بمرات المقاطع، اعطيه صوت اول كذا يقوم يرقص. الفرق وش هو؟ اني لو استمر بعد شو وقف، ما دربته على الرقص، هو اختار انه يرقص، طالع فيه هادي، بعد شوي نفس الحصان رقص، بعد شوي نفس الحصان قوس، بعد شوي نفس الحصان رفع راسه. هي النقطة. لكن لما اجي اقول بخوف الحصان تخويف حقيقي ورده، ما في مجال انه يرد الا عن طريق الصح، احاول اخوفه من جهة اليسار اليمنى. يعني قد تكون بعض الاحيان اكثر تدخل وش 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 وش. لاحظ مو صايح صار اول مره قاعده وش 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 بجهتين. لاحظ وش 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 وش. لاحظ قدامك حصلت على ما اريد، ما حصاني كل خير لما خوفها تخويف ما تنحاش. الحصان قدامك مجرد اني اخوف بالاعصاب يوخر عنه. باقل من كم؟ كم الوقت عندك؟ ثلاث دقائق. ثلاث دقائق، باقل من ثلاث دقائق وقف. مع انه متدرجه كان على النتيجه. ليش وقف؟ مع انه مضروب. انا ما انصح ابدا انك تعود حصان مضروب بالعصا على العصا، لانه مضروب بالعصا. تقول ما تعود، يقول لما متعور مجلود فيها جلد. يقول حصان في نظر اني انجلدت فيها، فلا تعود على العصا، عود على شيء مخيف احسن لك. بس انا قد صادف العصا الموجود معي فقلت احاول اجرب. لكن الصح انك ما تعود على العصا لان الحصان مضروب بالعصا. كانك تقول بردك واعورك. طبعا تتحكم فيه بس انه انت تبغى تكسب ثقته، ما تبغى بس مجرد تتحكم فيه. فالفكره وش هي؟ ان الصوت ما عورك، عصات ما عورتك، يدي ما عورتك. الان هو يقول العصات معك ما عورتني زي ما عورتني معهم، انت نفسك ما عورتني بيدك، اخاف ليش؟ سؤالي الان عشان تخلي الحصان هذا يرقص او يشنع او يسوي الطبع اللي تبغاه، شلون بتخليه يرقص؟ تخليه يشنع الطبع اللي تبغاه، في وضع لحد. ابسط ما تصور، انا ما ابغى شيء بس ما راح يورونك اياه. خلي واحد يمسك الحصان واجلده جلده واحده بس. حاول ينطلق رده وقام بعدها يرقص وقام بعدها يشنع. ثم اجي اوريك المحصله النهائيه، مجرد اني اسوي كذا الحصان قاعد يرقص او يشنع. استمر بس لا تحرف واقع. انا قلت لك ما يحترم العصات، ما يحترم الكيس، ما يحترم الشيء المخيف، يحترم يدي قدام كوريك. تقول عصاتي ما خلت يرقص، طب كب العصا قبل وبعد واثناء. لا، اذا لما تخوفه
يبغى يوخر براسه. تخيل لما تخاف تروح عكس، مع أن أول مرة قاعدة بدي أخاف بيد وماسك بيد، ليش ما ينحاش عكس؟ ليش مضطرني وقف؟ مضطرني وقف محله وشنع محله وين ينحاش، لأن عرف أن تصرف اليد صحيح. أنا أخاف هنا نفس الفكرة، أنا ما أحط أصلا بهدف إني أوقف أصلا، هذا خليه يوقف. لاحظ ليش يوقف؟ لأني ما أحط بالي إني أوقفه، أنا أحط بالي بس مجرد إني واقف. أنا أجي مرة ثانية من الجهة الثانية، قدامك حصان خاف حوالي ينحاش حوالي يشنه، أنا وقف. طبعا تختلف الدرجة، ممكن خيل أقل منه خيل أحسن منه، بس الفكرة أن قدامك مع حاول ينحاش عكس مثلا خيلك الموزون أو خيلك اللي عجبتك. بالنهاية حصلت على ما تريد، ما قدر ينحاش، ذاك ما انحاش ده ما انحاش، الفرق أن هذا حاول ذاك ما حاول. بينما هناك إذا حاول نجح، عشان كذا حصانها الخاص لما يحاول ينجح. إذا الفكرة عصات أو قارورة أو موية أو اللي هي، أنا لما أردك بيدي اضمن لك ان الشيء ده ما يعورك. انطلق منطقيا، هو ليش ينطلق؟ لانه انت تصرف خطا. انا قاعد اقول صار انطلق ليش؟ ما ارتاح نفسيا، ما رايح نفسه من الركض وعور نفسه واخر سنه، او انه مرتاح. لاحظ خوفه بخوفه وبروح لقطاته، ابغى اخليه يجيني وانا مرتكي، بحاول اخليه يجيني وانا مرتك وانا اخوفك. لاحظ كيف لحقني؟ لو كان مو بواثق الان اول شيء يسويه وشو؟ انه يستغل الفراغ فيروح عكس، يعني ينطلق عكس ويسقلك، لكن ما سوى شيء. لذلك الفكره انه مهما صار ابيك تثق بيدي، مما يعني انك لا تثق باي شيء ثاني. واذا وصل الموضوع للنقطه هذه تحصل على ما تريد. اول مره قدام عوده خاف قدامك رديته، عسيف اول مره خاف رديته، حصانك الخاص لما خاف رديته، عشان كذا اي حصان ترده. لكن نفس الحصان اول مره حاسك ثم دربته، نفس الحصان اللي ينطلق اول مره ينطلق ثم دربته، عشان كذا حصانك الخاص لما يخاف ينطلق. فصح استمر، لكن ليس تحكم تام، ليس خيال حقيقيه طبعا، يعني ليس طريقه عربيه. هذا رايي في النقطه دي وعم بالصوت.